نلاقي صور الفلسطينيين اللي بياكلوا سوا فوق الحطام، الصورة بمليون كلمة. الصورة دي بتقول ايه؟ بتقول وزيها زي مشاهد كتيرة جدا شفناها، فيها كل معاني الإنسانية والحضارة الحقيقية. صور بتقول ان انا فلسطين، شعب فلسطين عنده مقاومة بالحياة والاستمرار رغم الموت والدمار والظلمة، إلا إنهم راضين وبيحاولوا يجمعوا بعض على غدا، على غنوة، على شوية مية. هم دول البني آدمين، مش الوحوش اللي بتقتل وتدهس كل اللي في طريقها. ده من كتر الوحشية بيقتلوا الناس وبيفجروا البيوت وبيقطعوا شجر الزيتون والحيوانات، مفيش حاجة سلمت منهم. يعني متبقاش فاهم هو ايه مشكلته مع كل مظاهر الحياة. كل المخلوقات الحية على أرض فلسطين هو مستهدف إبادتها. كلمة إبادة جماعية لأقصى درجة من التطرف، إنه حتى الشجر مش بيسيبه. هم عندهم مقاومة بالتمليك، بالحياة، والأمل في الاستمرار في اللي نقدر عليه من عطاء وشغل ودعم. احنا محتاجين نعمل ده، ندعم نفسنا وندعمهم. ومن أهم الدروس اللي نتعلمها من التجربة دي وبنتعلمها منهم كل لحظة، إنهم بيحاولوا يدوروا على لحظة يتجمعوا فيها ويطمنوا ويكملوا. لكن ده لا يعني ان اخويا يبقى عنده ميت واروح اعمل فرح. فكره ان كل واحد ليه موقفه واسبابه. نتكلم على قصه او تصاعد قصه فنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام. كل واحد عنده اسبابه، كل واحد يحترم، ملناش دعوه بظروف حد، ولكن محدش يتاجر بموقفه او يزايد على حد. وقصه على الجانب الآخر إن أنا أوقف العروض الفنية ممكن ما تبقاش منطقية، لأن بيروت كان فيها حرب أهلية وبتنتج فن وصحافة، والعروض الفنية بكل أنواعها في مصر مستمرة. الفن في حد ذاته قيمة، مش سبة نتبرأ منها، ولكن المهم إننا نقدم فن نحترمه ونصدقه، مش تجارة فنية، ويكون اللي بيقدموه وبعد كده يزايدوا بيه عارفين انها تجارة مش فن. ايه اللي ننتقده ونرفضه؟ اننا نشارك في احتفالات او تكريمات مهرجانية او نتصور بجوائز وهدايا في توقيت زي ده، لان ده فيه استهانة بمشاعر كل الشعوب العربية وسط مأساة حقيقية، بالظبط زي ما اكون عامل فرح واخويا ميت. ولكن بيومي فؤاد عمل مزايدة مش في مكانها ولا محلها، فارتدت إليه بمزايدة أكبر، ثم انشغلنا بالمزايدات، وكأن العجز والقهر اللي جوانا احنا بندور على أي شيء عشان نخرجه فيه، مش لاقيين حاجة بندور، أو ممكن نكون بنخرج عن شعورنا. ولكن إذا كنا بنخرج عن شعورنا لازم ننتبه ان احنا نخرج نفسنا ونخرج الشعوب علشان ما تتقلبش الحرب كلامية بيننا وبين الشعب السعودي. للشعب السعودي قال الفنان بيومي فؤاد يقول كده، ولا الشعب السعودي ليه دعوة. فاحنا ننتبه واحنا بناخد موقف، وبلاش مزايدة. عايز تقاطع، شايف ان موقفه غير إنساني وهو منطقه ومزايدته ومكانه كل الحاجات ممكن يبقى غير مقبول ومرفوض، خاصة أنه يعلم أن ما يقدمونه هناك ليس بفن. ولكن قاطع صفحته، لكن ما نزيدش بقى على بعض وما نعملهاش خناقة بين شعبين. ده هو اللي احنا محتاجين، ان احنا نبقى مع بعض. يعني مش وقت فرقة ولا وقت مواقف كاشفة،
موقف بيبين لك معدن الإنسان. ولكن ما نزيدش بقى أكتر من كده، أنت خد موقف من غير تجريح ومن غير مزايدة ومن غير تجويد في المزايدة.